السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على صفحة المعلق والمحلل الشاب أمين عمور. موضوعنا اليوم هو مباراة الأرسنال وبروسيا دورتموند أو بروسيا دورتموند والأرسنال. ما شاهدنا في الربع الساعة الأولى أول شيء رغم وجود رامسي أرتيتا روزيتسكي أوزيل إنهم اضطروا للبناء على الجناح. ولماذا فعلوا ذلك؟ أتحدث عن أرسنال لأن دورتموند مان ماركينج لصيق. لماذا اضطروا فعل ذلك؟ لأن مان ماركينج لصيق. ولماذا اضطروا أن يقحموا في نفس الوقت رامسي أرتيتا روزيتسكي وأوزيل؟ هذه هي خطة أرسنال المعتادة لكن لتنويع ليكون شيفتينج. لكن فهذا كلهم يمكنهم التجنب على المراكز لكن لم يكن كذلك. بينما دورتموند بين الخطوط لاعب الوسط مثلثات ماكينة دورتموند صراحة أكثر من لاعب وراء خط الوسط. فقط لتذكير عشاق الخطط التكتيكية عندما اللاعب واحد يكون يفرض وجوده وراء خط الوسط يعتبر انتصار، فما بالك عندما يكون أكثر من لاعب لفعل ذلك. فهذا بحد ذاته فقط فريق دورتموند أو البايرن ميونخ هم من قدروا أن يفعلوا ذلك. بعد الربع ساعة تبينت لنا العديد من المعطيات، منها روزيتسكي يذهب من بعيد وفي أحيان أخرى يساند جيرو في الضغط الأمامي، نقطة مهمة سوف نرجع إليها لكن بدون إسراف في مساعدة جيرو لأن لديه أدوار دفاعية أخرى. عندك بروسيا دورتموند كما قلت عندك أكثر من لاعب وراء خط وسط الميدان. طبعا كما قلت نقطة الخط الأمامي، إذ لاحظتم بأن أرسنال لا يفعل نفس ضغط بروسيا دورتموند، أو الأحرى هو بروسيا دورتموند لا يفعل نفس خطة في الضغط الأمامي أرسنال. طبعا دورتموند عنده أفضلية واضحة، تشاهد أربعة أحيانا على ثلاثة في بداية بناء الهجمة، شيء كبير جدا. عندك ليفاندوفسكي مختاريان الأجنحة حالة ثلاثة، وبعد تأخير يكون خمسة على خمسة، يعني يأتي لاعب ليساند مثلا روزيتسكي يخرج من منطقة ليساند أو رامسي يخرج لمساندة أرتيتا، لكن يأتي متأخرا ورقابة لصيقة وبعدها، وإن فشلوا في إيقاف دور أرسنال يتجمعون بسرعة على الخط الأمامي تقارب في الخطوط. وهذا الانضباط، هذا لانضباطهم لاعب، يعني حتى لو بقي أرسنال يفعل شيفتينج للصبح لكن لاعب كل لاعب على منطقته زائد الرقابة اللصيقة، احترام كل لاعب يحترم منطقته لكن الرقابة لصيقة. يأتيني لاعب أنا معه متر بالمتر، لا يوجد متر لأرسنال. ثم شاهدنا أرسنال لديها صعوبة أيضا في تطوير شيء في الكرة الثانية، فما بالك يعني رقابة لصيقة، فما بالك في الكرة الثانية تكون يعني الهجمة أبطأ والزيادة العددية لا تكون كبيرة. كما شاهدنا أيضا في كما قلت بناء الأرسنال كان على الأجنحة لكن بدون مغامرة. اجهدتم على الجهة اليسرى جيبز سانتي كاثورلا، جيبز يذهب إلى الأمام، سانتي يرجع إلى الوراء لإبقاء المثلثات. سانتي عندما يفعل زيادة في الأمام عندما الكرة تكون في آخر 25 متر لكن أنت لست متيقنا أن تصل إلى هذه المرحلة، فسباق مفقود. وحتى إن فعلت ذلك سانتي كاثورلا سباق مفقود مع لاعبي دورتموند لأنه يأخذ مساحة كبيرة للرجوع، ثم عندما يفعل إلى الأمام يكون الأمر معقدا. هذا كل ما لاحظته بالنسبة للشوط الأول. أما في الشوط الثاني لاحظنا بأن بروسيا دورتموند دخل بقوة وواصل في أسلوبه، أي فرض نفسه وراء الخطوط، وهذا ما جعل رامسي ميزان طلب منه الرجوع لمساندة أرتيتا للحصول على الكرة الثانية، مشكلة الأرسنال. لكن سرعان ما فعلوا، ما خرجوا مرة أولى أرسنال، شاهدوا بأن هناك ثغرات، شاهدوا بأن مساحات، لا يوجد انضباط، لا يوجد إهمال، ففعلوا ذلك المرة الثانية بخروجهم بإتقان وتمريرات وكانت مساحات، وتمكن من تسجيل رامسي وبعدها أعطاه دور، تحرر رامسي وكان هناك مساحات لدورتموند. ودورتموند صراحة كانت عندهم مشكلة في الشوط الأول لم أذكرها، هي ما قبل اللمسة الأخيرة، ما قبل اللمسة الأخيرة ليست اللمسة الأخيرة،
رغم محاولات مختاريان. أما في الشوط الثاني تبين ذلك ولم يتفوق فريق دورتموند. وأرسنال ماذا كان يفعل أرسنال؟ سرعان ما يفقد الكرة في أعطوا حرية أكثر لأوزيل الذي كانت عنده أدوار دفاعية. أوزيل أصبح يطلع بشكل أوتوماتيكي وليس فقط عندما الكرة تذهب إلى آخر 25 متر. إذا نفس التعليمات اللي كانت عند سانتي كاثوردا كما قلت في الشوط الأول نفس التعليمات على أوزيل. الأجنحة نفس التعليمات، البناء على الجناح كما نبني على الجناح الأيسر نبني على الجناح الأيمن، فأصبحت لديهم أكثر حرية لكن سرعان ما تفقد الكرة جميع لاعبو خط الوسط يصبحون على خط واحد ويرجعون إلى الدفاع، وهذا ما صعب المأمورية أمام دورتموند الذي لم تكن عنده يعني انضباط ونفس القوة في الهجوم، وشاهدنا أنهم لديهم مشاكل كبيرة أيضا رغم الخروج بطريقة سهلة، لكن تبقى مشكلة آخر 25 متر. التغييرات لم تعطي أي شيء سواء من فريق أرسنال أو الفريق بروسيا، سواء أرسنال تغييراته كانت دفاعية للحفاظ على النتيجة، وشهدنا أيضا تفوق نسبي للأرسنال في آخر نصف ساعة رغم التكتيك الجيد من بروسيا دورتموند. هذا كل ما لاحظته بالنسبة لمباراة اليوم.